السلام عليكم يا باشمهندس. ان شاء الله ده هنا كده التويليت شطف السخن والبارد، تشطيف التويليت، تشطيف التويليت سخن وبارد فوق هناك اهو. عملنا طبعا التعديلات الخارجيه بره، ظبطنا القعده بتاعتنا هنا، كابينه الشاور، سمارت بوكس، الصباب، الهاند شاور طبعا لسه جاري العمل، طبعا الرين شاور خارج من السقف فوق اهو. طبعا ما طلعناش بالطول هنا كده على طول حته واحده عشان ما نكسرش الخرسانه ونخترق الخرسانه، الحاجز الخرساني وكده، فجبناها من بره الحيطه، دخل الحيطه دي كده وطلعنا فوق هنا. الحوض طبعا لسه جاري العمل، طبعا الاكسات زي ما احنا اتفقنا بالظبط، طبعا لسه جاري العمل. المحابس حطينا محبس ليه الحمام لوحده اللي على اليمين ده، والمحبس ده محبس ليه الصندوق الدفن لوحده اللي هو تغذية الصندوق الدفن. طبعا صرف التكييفات، صرف التكييف هناك اهو على المقاس اللي احنا قلنا عليه 60 سنتي بنفس الاكس، وهنا صرف التكييف اللي هو في الغرفة التانية. الصرفين دول جايين على البيبة هنا. الصرف التكييف اللي في الريسبشن نزل جه على البيبة اللي في المطبخ. طبعا الحائط اللي هنا كسرناه وحطينا هنا، الراجل بتاع الونش شاله طلع الرملة، دول شوية راتش طلعوا منها من الشباك اللي كان هيتكسر، والرملة الراجل طلعها بالأسمنت. طبعا نسيت أقول لحضرتك إن احنا هنا الشباك شلناه من هنا فتحناه هنا إن شاء الله بإذن الله. طبعا عبد الله عمل البؤج اللي هو بتاع المحارة، عمل البؤج في الأماكن كلها الحمد لله. طبعا عندنا هنا كده حطيت لك هنا غسالة أطباق احتياطي 45 سنتي، وحاطين هنا غسالة الملابس، السخان الغاز أو الكهرباء بس غالبا يكون غاز عشان خاطر احنا هنا في المطبخ. الحوض بتاعنا حطيناه هنا صرف وتغذية، حنفية للفلتر، محبس للمطبخ خاص بذاته، وصرف المطبخ جه لوحده زي ما سيادتك شايف كده وخارج على بره لوحده. وده عملنا مشترك اخر من تحت بعد التعديلات الخارجيه اللي كنا بنتكلم عليها، عملنا مشترك دخلنا بدخله 3 بوصه، حطينا بلاعه 72 سنتي من الحائط ده ب 72 سنتي من الحائط ده عشان تبقى جايه في الكورنر التقاء الوحدتين، وحطينا الغساله بالصرف بتاعها.